تسلم الإيد اللي ربت، وتسلم العين اللي حبت، ويسلم القلب اللي سمى واللي دعا واللي احتوى، ويسلم الصوت الجميل اللي غنى الفنان القدير علي الحجار. السيدات والسادة، الحضور الكرام، المعرفة شجرة حياة تثمر ثقافة وتثمر وعي لتظلل على كل ربوع مصر من أجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي. وهذه الشجرة يزرعها المجلس القومي للمرأة ويكتب على أوراقها رسائل، رسائل تقول حقيقة وتمنع خطر، تنقذ روح وتبني مستقبل. أترك حضراتكم الآن مع فيلم بعنوان شجرة المستقبل مع التعليق الصوتي للفنانة القديرة إنعام سلوسة. في كل مكان على أرض مصر، في الريف وفي المدينة وفي قلب ملوي وغرب سهيل والطور وبير العبد، لو دقيت على أي باب هيتفتح لك، وهتلاقي ابتسامتها بتقول لك اتفضل. وده بالتحديد اللي اعتمدنا عليه في المجلس القومي للمرأة. لما حلمنا وصل لكل ست لحد باب بيتها من خلال أكبر سلسلة حملات لطرق الأبواب في مصر، وكنا متأكدين إن دي الشجرة اللي هنزرعها في البيوت ونسيبها تكبر كل يوم عشان تضلل على أهلها بالمعرفة والثقافة والوعي. كل رسالة من رسائلنا اتحفرت على ورقة شجر وطارت من بيت لبيت علشان تقول حقيقة، تمنع خطر، تنقذ روح وتبني المستقبل. البداية كانت في 2014، نزلنا على الأرض واتكلمنا مع الناس وشجعناهم يشاركوا برأيهم في مستقبل بلدهم. في 2016 أطلقنا حملة سندي بلدك بكرة الخير جايلك، ودي كانت للتوعية ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي عشان تنقذ اقتصادنا، وده كان تحرك سريع ضد الطيارات اللي حاولت تستغل الشعب وتوقف مسيرة الإصلاح، وقدرنا نوصل لأكثر من 70,000 ست مصرية. ولأن استقرار الأسرة المصرية هدفنا، أطلقنا في 2017 حملة صانعات المستقبل، ووعينا بأن العنف ضد المرأة والفتاة زي الزواج المبكر والختان والحرمان من التعليم هو سبب أساسي في هدم الأسرة، واستهدفنا حوالي 260,000 سيدة ورجل. وفي لحظة غدر استهدفت وحدتنا الوطنية، وفي الوقت اللي استخدم فيه أهل الشر سلاح الإرهاب استخدمنا احنا سلاح الكلمة، ونزلنا بحملة معا في خدمة الوطن، ودي كانت لتوعية الأم المصرية إزاي تكون حائط صد هي وأسرتها لمحاولات التحريض ضد الوطن. وصلت الرسالة لأكثر من 800,000 ست. بمناسبة انتخابات 2018 نفذنا حملة صوتك لمصر بكرة، وكانت للتوعية بأن صوتنا الانتخابي مهم وبيرسم مستقبل بلدنا. خبطنا على أكتر من 1.5 مليون باب في شهرين، وكان فخر لينا أن أعلى نسبة تصويت كانت للمرأة المصرية. وفوراً بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية في 2018 من نفس الحملة للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية مشاركة المرأة فيها، وحققنا نجاح كبير ووصلنا لأكتر من 3 مليون ست. وفي مارس 2019 أطلقنا حملة المرأة المصرية أصل الحكاية، وكانت بمناسبة مرور 100 سنة من مسيرة كفاحها، ووعينا بقضايا تمكين المرأة ونقلنا صوتها وأملها واحتياجاتها للمسؤولين، ووصلنا رسالتنا لأكثر من 3,700,000 ست مصرية. ولما تشكلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019 برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، أطلقنا سلسلة من حملات احميها من الختان، وأكدنا فيها على حقيقة أن الختان مش من الدين وملوش دعوة بعفة البنت اللي أساسها التربية السليمة،
وخطبة الحملة حوالي 3 مليون من السيدات والرجال والأطفال. وفي نفس السنة بدأت أصوات أهل الشر تعلى وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي عشان تهد اللي مصر بنته وتشكك في الإنجازات اللي بتتحقق. وفوراً تصدينا للإشاعات دي بحملة بلدي أمانة كان هدفها حماية الاستقرار وإن الناس تقدر تفرق بين الإشاعة والحقيقة، وفتح لنا أكتر من 4 مليون باب. الشجر اللي زرعناها كبرت وفروعها ضللت بالوعي على ملايين البيوت، والنجاح اللي حققته على الأرض شجع أصحاب القرار والوزارات على إدماج رسائل التوعية بقضايا البلد في حملات طرق الأبواب. وده بقى اللي حصل في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة لما وزارة الهجرة طلبت إننا نتعاون معاها، وكان هدف الحملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعريف شبابنا بخير بلادهم وفرص العمل اللي تغنيهم عن هجرة الأهل والوطن. وصلنا لأكثر من 1 مليون من السيدات والشباب. وفي بداية 2020 وكلت وزارة البيئة المجلس عشان ينفذ حملة طرق أبواب للستات من بشتيل للوحات، وكانت عشان توعيهم بأهمية تدوير المخلفات وإزاي يكون الاستثمار البيئي مصدر رزق ليهم ولأسرتهم. ووصلنا رسالة لنص 1 مليون ست، ومنهم بالفعل اللي نفذوا الفكرة واتفتح لهم باب رزق جديد. دي كانت نماذج لحملات طرق الأبواب اللي نفذتها فرقنا الميدانية المتخصصة والمدربة اللي بيوصل عددها ل5000 من الرائدات الريفيات وأعضاء الفروع والأمانة العامة والواعظات والراهبات. وفي جائحة كورونا نزلنا بالحملات فورا عشان نوعي أهلنا ونشرح ونأكد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية. فخر لينا في المجلس القومي للمرأة لما قدرنا من خلالها ندق على أبواب أكتر من 35 مليون ست وراجل من بداية الحملات، لأننا بنعتبر نفسنا كتيبة من كتائب حماية مصر والدفاع عنها بنشر الوعي عشان نقاوم الجهل والعادات الضارة والتطرف والإرهاب. وبنعهد الوطن والقيادة السياسية على الاستمرار بكل الإمكانيات والعزم، لأن مصر هي الشجرة الخضراء اللي بتضلل علينا كلنا، شجرة المستقبل. شجرة المستقبل.